عسلامة. عسلامة بنتي. قدمنا روحك. طيب عزيز، أصيل منطقة جرومبالي القبلي، روتريتي، تونسي، عشت ياسر لبرا، تعلمت منهم حاجات إيجابية برشا، مش معناها ما عندهمش سلبيات، لكن تبقى تونس هي بلادي وتعز عليها ياسر. رغم كل شيء كما يقول المثال، بلادي وانجرت علي عزيزة. فين عشت؟ عشت في بلجيكا، عشت في فرنسا، وعشت في أمريكا برشا 15 سنة. أمريكا 15 سنة؟ من 15 سنة في أمريكا. نعم. احكي لي على تجربتك مع أمريكا، وقديش وقتاش مشيت وقديش قعدت؟ والله خرجت في 99، تعبت من الأول. بون صحيح، لقيت خويا غاديك وقف معايا الأيامات الأولى، لكن غاديك كم تعملش على روحك وتخدم وحدك وتعمل على روحك تو با غيبي. دونك جي كومونسي أبروندر لونجلي غاديك، وتعلمت اللغة الإنجليزية، وخذيت أمريكانية، وعشنا مع بعضنا شوية، بعد طلقتها وكملت حياتي حتى 15 سنة. فينالمون روحت لتونس. اش نقول، خلينا نرجعوا لأمريكا. كيفاش لقيت الشعب الأمريكي؟ الشعب الأمريكي إلي ديفيرون على الدولة نتاعو، على الجوفرنمون نتاعو. الشعب الأمريكي إنسان خدام، إنسان يحب بلاده، وإنسان ما اللي تشوفوا فيه هذايا كل ما يمثلش السياسة الأمريكية، ما يمثلش الشعب الأمريكي، وخاصة اللي تشوف فيه دانييرمون موقع أثر حرب غزة من مظاهرات معناها ضد بايدن ضد الحكومة، يوريك اللي رغم اللي هما ما نجمش نقول شعب مختلط، راهو الأمريكان ما فماش واحد يقول لك راني أنا أمريكي، فهمتني؟ يقول لك أنا ألماني أمريكي، أنا مكسيكي أمريكي، أنا كذا، ما فماش أمريكي أمريكي. لي فري أمريكان سو لي ناتيف أمريكان، الهنود الحمر هذوك الأمريكيين الأصليين، بقينا الكل الآخر خليط من الشعوب جابوا للبلاد هذه. لكن ما ينفعش اللي عندهم قيم وأخلاق معناها ما نجموش نقدحوا فيها، ولو هي كما قال انما الامم اخلاق وما بقيت عنا احنا. نورمالمون احنا تخلينا على اخلاقنا، هما خذاو كل شيء منا الباهي ولوحوا دوني، واحنا خذينا الدوني وخلينا الباهي. شنو اللي عجبك في المجتمع الامريكي؟ ناس منظمه ياسر، ناس يحترموا بعضهم ياسر، يحترموا القانون ياسر. سكرونا با اون تونيزي، ما فماش، مش موجود في تونس بكل. هذا الشعب الامريكاني باش وناس خدامه، البلوز امبورتون خدامه. ماش الوقت هذايا ولما يحترموه، ما تسمعش واحد مريض ولا سي مره في الفعل واحد يقول لك اني مريض مره سيرار باش يقول لك واحد اني مريض، ولا يعمل لك تليفون ما نجم نجي للخدمه ولا فماش. هذا الحاجات الايجابيه فيهم. شنو طبيعه المنطقه اللي عشت فيها انت، وشنو هي المنطقه؟ والله انا عشت في واشنطن في العاصمه اصل، وعشت في ضواحي في فيرجينيا، في ماريلاند، عشت في نيويورك، عشت في فيلادلفيا، زرت برشا بلايص. اما واشنطن جوها متقلب، ما تعرفش عليها، تلقاها سمس زرقاء، بعد تلقاها فهمتني الامطار تصب. وواشنطن تلم كل الاجناس، تلقى الهندي وتلقى الصيني، تلقى التونسي، تلقى المصري، تلقى اللبناني، معناها كل الاجناس موجوده في واشنطن. ما كانتش فما عنصريه كمام؟ انت عربي مسلم غادي؟ نو 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 نو، ما فماش. انا ما عشت غادي، شو توجور بيان فينو، وكنت خدمت خدمه معناها كوم كورسي، ندخل الكونغرس، نمشي للوايت هاوس. الكونغرس دخلت الكونغرس برشا مرات، نهز جوابات الكونغرس مان، قعدت مع نيوت جينجريج، عرفت برشا ناس انا في فهمني. دول كيما شكون عرفت العباد معناها المعرفين؟ والله عرفت بحكم خدمتي بنتي، بحكم خدمتي ندخل الكونغرس نزلهم دي باكي جوابات، معناها كيما جيت بوستاجي نزلهم جوابات، عرفتهم غاديك يصححوا لي السكرتير نتاعهم، وانا فضولي شويه ندخل ونسلم وشنو احوالكم ولاباس، ونقدم روحي لنا من تونس وكذا. والله غالبا هو خدمنا مليح، حبينا ديما نحبوا تونس ديما الفوق. كان عندنا سفير يقولوا سي اسماعيل خليل الله يرحمه، خدم الجاليه التونسيه مليح، وكنا نتقابلوا في السفاره في دارو ويفرح بينا، وبقلاوه وكسكسي بالعلوش فهمتني، وعملنا احتفالات 7 نوفمبر وحسره. 10 ايام سيتي لو بون تون. كيفاش عملت عائله غادي؟ والله هي ظروف حكمت، خذيت مراه ما نقولكش سي با بار امور، خذيتها على خاطر الاوراق وخذيتها وعملت اوراقي، وقعدنا مع بعضنا شويه وبعد تفارقنا. قداش قعدت؟ قعدنا تقريبا 3 مع بعضنا ولا 4 بعد تفارقنا. كل سيت اون فام تريز ايديال، باهيه متخلقه، تحبني وتحب خويا وتحب العائله وتحب امي. امي مشات غادي قعدت 3 سنين، ليتي سيرفيابل مكتوب. ما
عاود جددت حياتك بعدها؟ وي سور ماري اون تونيزي تويك. عندي ثلاثه صغار، عندي بنيه 16 سنه وعندي ولاد 10 سنين وعندي ولاد 5 سنين دو نوفو كاو مشكل. كش ناوي تهزهم لامريكا؟ نو نو. علاش؟ ما عادش امريكا ولا فرنسا ولا المانيا ما عادش نفس الوضع اللي عشت وانا قبل واللي نعرفه وانا قبل، وما عادش نجموا يلقاو روحهم وما عادش نجموا يعيشوا غاديك. تشوف تحس روحك باش تظلمهم انك باش ما تسعاش انك تخرجهم؟ نو 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 لامريكا سيرتو لامريكا لا سيرتو لامريكا لا لا. علاش ليه قول لي؟ ما عادتش امريكا نعرفها انا وظروف العيش اللي موجوده كانت في التسعينيات والثمانينيات ما عادش موجوده توك صعبت، والبطاله اذا كان هما بطاله كيفاش ولدي باش يلقى بلاصته غاديك، والتعليم غاديك غالي ياسر مش كيما احنا تعليم مجاني. السكن والسكن اون بلو والسكن بون العيشه يمكن يجيو كيف كيف خاطر ما نجمش تقول كيف كيف خاطر غاديك تخلص خير من هنا من تونس وغاديك برش حاجات تلقاها مرخاص، تاخذ غادي كيلو بنان ب 3000 تاخذ هنا ب 15000 فهمني، هنا ناخذ الباكيت ب 200 تاخذ غادي الباكيت بدينار، يا اون ديفيرونس في الاسوان في برش حاجات، لكن ما عادش العيشه ما عادش بطاقه هذيك سيرتو السكن برش حاجات ما عادوش. احنا متعودين التوانسه عايشين في فرنسا في ايطاليا بلجيكا، اما في امريكا صعب تصعب كل شيء بعد وكل شيء. شوفي يا بنتي انا عشت في فرنسا في السبعينيات في بلجيكا في السبعينيات، الناس اللي كانت تخدم وتاوق الميزيريا صورت فلوس فهمتني، وقتها العربي والتونسي مطلوب فهمتني، يا بوك تقول انا عارف جزائري ولا تونسي تلقاك مطلوب والناس كل تحبك، مع الوقت احنا فزدنا على ارواحنا فرنسا والمانيا وبلجيكا باخلاقنا المش باهيه بافعالنا المش باهيه، يبركيو يسرقوا يغتصبوا، هذا كل نعملوا فيه احنا في الاوروب سي بور سا لي اوروبيان اي لون مار دو نو فهمتني، او الواقع الرسمي اللي مشاو خدموا لارواحهم في الكورس في جزيره كورس ولا التو يخدموا ارواحهم كونوا ديار وبناء ولا بس عليهم والتو ياخذوا الريتيرت تاعهم ولا بس عليهم، مي اللي ماشي باش يتعدى على الناس ويتاجر في المخدرات ويسرق نتاع الناس سي نورمال ما ينجحش ويروح، هذاك هو هذيك النهايه، هذاك الديفيرونس نتاع الاوروب قبل والاوروب تويكا. مازلت تعمل طله هكا شويه تسافر؟ نو no. صعبت عليك ولا شنو فسر؟ شدني شدتني البلاد وشدتني السياسه في البلاد وشدني الباجي قائد السبسي وشدني محسن مرزوق و شنو علاقتهم كيفاش شدوك فهم؟ والله السياسه دخلت سياسه مع سي الباجي الله يرحمه في نداء تونس في منطقتي، وعرفت سي الباجي كرجل باهي وعرفت الحاشيه وعرفت سي محسن وعرفت برشا ناس في جرته، للاسف ما نجحناش فشلنا، هذيك هي السياسه فيها الفشل وفيها النجاح، ان شاء الله ان شاء الله الرئيس هذايا ولا ما انتخبتوش ما نعرفوش، لكن ان شاء الله عملنا حاجه باهيه للبلاد